بعد تنفيذ حكم الحرابة ضد قاتله المصرية، القصة الكاملة لاستشهاد هادي القحطاني وهو يصلي. غدر وخسة، عقارة وخيانة، هذه هي صفات الإرهاب والإرهابيين، خاصة من الدواعش، من أحفاد أبو لؤلؤ المجوسية الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ساجد لربه. وهذا هو عين ما حدث للشهيد الجندي أول هادي بن مسفر القحطاني الذي باغته الإرهابي داعشي صاحب الجنسية المصرية وليد سامي الزهيري، الذي ترصد للشهيد عدة مرات قبل تنفيذ جريمته داخل مسجد ملحق بمحطة وقود في حي المنارة شرقي جدة، هو المكان الذي اعتاده الشهيد لأداء صلاة الفجر خلال تأديته عمله. ووفقا لما ذكرته جريدة عكاظ، عمد الجاني لمباغتة الشهيد أثناء جلوسه للتشهد ليقوم بتسديد عدة طعنات أدت إلى وفاته ساجدا، فيما فر القاتل مستغلا غياب عمال المحطة وخلو المسجد من المصلين لحظة ارتكابه الجريمة الشنعاء. وقالت عكاظ إنه بعد دقائق لاحظ رجال الدوريات الأمنية عدم تحرك المركبة الأمنية، مما استدعى توجيه فرقة مساندة لاستضاح الموقف ليتضح أن الجندي أول هادي بن مسفر القحطاني أفضى شهيدا، حيث أعلنت الفرق الأمنية حالة من الاستنفار الأمنية بحثا عن القاتل ليتم كشف هويته في أقل من 48 ساعة على حدوث الجريمة. وبدوافعه الإرهابية الضالة، كان الإرهابي المصري وليد سامي الزهيري قد أقدم في 26/3/1442 هجريا على عمل غادر، حيث قتل الجندي أول في الدوريات الأمنية في محافظة جدة هادي بن مسفر القحطاني وهو يؤدي صلاة الفجر بمصلى تابع لإحدى محطات الوقود بالمحافظة. كان الشهيد قد توقف عنده أثناء عمله لأداء الفريضة. واعتقادا منه أنه سينجو بفعلته الشنعاء، استغل الجاني وجود الشهيد بمفرده داخل المصلى فباغته أثناء جلوسه في التشهد بتسديد عدة طعنات ما أدى إلى استشهاده، ولاذ بعد ذلك بالفرار، إلى أنه بفضل من الله عز وجل تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه وضبط أداة الجريمة، وأسفر التحقيق معه عن إقراره بجريمته وتبنيه المنهج التكفيري وانتمائه لتنظيم داعش الإرهابية وبقيامه بالجريمة بسبب أفكاره الداعشية التكفيرية. وتم توجيه الاتهام إليه بارتكابه تلك الجريمة واعتناقه منهجا إرهابيا يستبيح بموجبه الدماء والأموال والأعراض ونقض العهود، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المختصة صدر بحقه سك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بقتله بحد الحرابة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجاني، وتم تنفيذ حكم القتل بحد الحرابة بالجاني وليد سامي الزهيري يوم الأربعاء الماضي بمحافظة جدة السعودية.